يا شباب، شركة فورتنايت تضرب للمرة الثالثة بعد رفع القضايا. حاليا هلأ عنا بطولة جديدة باسم فري فورتنايت. يا شباب، هاي البطولة رح تكون بشكل خرافي جدا. رح تحصلوا منها سكين، رح تحصلوا منها كاب، رح تحصلوا منها ألعاب أو جيمينج، أجهزة جيمينج، منها لابتوب، منها إكس بوكس، منها نينتندو سويتش. الصراحة هاي البطولة خرافية جدا، فأنا بنصحك من بداية المقطع لا تروح أي دقيقة من هاي البطولة أنا وعم بحكي عنها، لأني رح أشرحها بشكل مفصل جدا، وهاي البطولة رح يكون فيها حظك كتير حلو، وفرصة الكسب فيها أو فرصة الفوز فيها رح تكون عالية جدا بالنسبة لأي شيء كان. هلا مبدئيا رح أقسم لك الفيديو على كذا سؤال، رح أحط لك أول شيء السؤال وجاوب عنه، مثلا إمتى وقت البطولة وعلى أي سيرفر، بعد منها كيف تاخذ السكين، بعد منها كيف تشارك ببطولة بالنسبة للأشياء اللي هي الجيمينج، اللي هي مثلا إنك تاخذ الإكس بوكس أو البلاي ستيشن أو تاخذ الكاب اللي ظاهر أمامك. تمام، لحد الآن رح أفصل لك إياها على أسئلة، لأن البطولة بدها كتير تفصيلات، وفيها بعض الأشياء لازم تعملها، إنك أنت لازم تاكل تفاح من الأرض وما تاكل تفاح، وفي بعض الاشياء كتير لازم احكيها. فاذا انت اول مره عندك شايف الفيديو على القناه، بتعرف لايك سبسكرايب على القصص الحلوه. بدنا نوصل 20,000 قبل نهايه هاي السنه، بتمنى تدعموني فيها وتدعموني باللايكات وكل دعم بالايتم شوب لو انت حبيت المحتوى نيمو 9. ويلا مع بعض، فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. البطولة يا شباب بشكل مختصر جدا، كلياتنا بنعرف فورتنايت او ايبك جيمز بشكل عام مع ابل صايرة مشاكل وصاير رفع قضايا، ولكن حاليا شركة ايبك جيمز عملت بطولة جديدة باسم فري فورتنايت او كول التفاحة بهذا المعنى او بهذا المعنى. يا شباب، شركة ايبك جيمز نزلت بهذا الشيء اللي هي حكت فيه عن البطولة، مع الاسف مع الاسف في خبر لازم لكم عليه، مما منع اللاعبين من التحديث الى النسخة الجديدة على اي او اس او الاب ستور. من سبب المشكلة سيبقى اللاعبون على اجهزة الاي او اس في الموسم الثالث الفصل الثاني، يعني بسيزون 3 شابتر 2 اللي احنا فيه، بينما ينطلق الباقون نحو الموسم الرابع الفصل الثاني حينما يبدأ في 27 اغسطس، يعني بداية الموسم الرابع 27 اغسطس. وحاليا لاعبين الاي او اس تبع شركة ابل تبع ايفون ما حيقدروا يلعبوا سيزون 4 لانه لحد الان في مشكلة. فهي الشركة عملت او ايبك جيمز عملت هاي البطولة احتفالا بهالقصة هاي، يعني عم تقلك انه نحن ما لنا واقفين على اي او اس ومثل صباطنا الاي او اس، ونحن بنقدر نلعب وين ما كانوا، رح ننطلق هيك هيك من دون اجهزة الاي او اس واصحاب اجهزة الايفون. هاي هي البطولة بكل اختصار، وعملت من وراها جوائز كتير من بيناتها سكن وما سكن والقصص هاي كلياتها. هاي بالنسبة انا رح اقسم لك ياهن على الاسئلة. هاي هي البطولة بشكل مفصل، انه هي رح تكون بين شركة ابل وشركة ايبك جيمز، انه هي مثل ما عم تكون عم تتمسخر على شركة ابل ونحن رح ننطلق. ولكن الخبر السيء مثل ما قلت لكم بالبداية، وكتبوا زادوا كتابة بالنسبة لمقالة هذا البطولة، انه الحفلة مستمرة على البلاي ستيشن والاكس بوكس والنينتندو والسويتش والكمبيوتر والجي فورز وعلى كل المنصات، وما لنا مضطرين لحنا نوقف ابدا مشان شركة ابل ولحنا مستمرين، وهي متواجدة على اجهزة الجالكسي وعلى ايبك دوت. يعني الناس اللي عندها اندرويد تقدر تنزل لعبة من سامسونج جالكسي ستور او بتقدر تنزلها من ايبك جيمز دوت كوم. اصحاب الاندرويد وضعكم بالتمام، ولحنا مكملين بالنسبة للسيزن 4 الجديد، وهي البطولة حصلت لحتى نكون لحنا بالنهاية لحتى لحنا نودع هذا السيزون. مواعيد واوقات البطولة يا شباب، هاي البطولة ان شاء الله قادمة معنا يوم 23 اغسطس، يعني يوم 23/8 بعد يومين من تسجيل هذا الفيديو، الموافق يوم الاحد ان شاء الله رح يكون معنا هاي البطولة. هاي اليوم بالنسبة لليوم يا شباب، مشان الله تذكروا اليوم يوم 23 اغسطس يوم الاحد بعد يومين من تسجيل هذا المقطع. بالنسبة للساعة وللسيرفر يا شباب، بالنسبة للسيرفر الأوروبي، بالنسبة للسيرفر الأوروبي أنا هشتغل على مصر. يا شباب، بالنسبة للسيرفر الأوروبي الساعة 3 العصر بتوقيت مصر، تمام، لحد الساعة 7 بالليل، يعني البطولة رح تمتد تقريبا 4 ساعات من الساعة 3 العصر للساعة 7 المغرب بالنسبة لمصر، أو 7 بالليل يعني بالنسبة لمصر للسيرفر الأوروبي. بالنسبة للسيرفر الميدل إيست يا شباب، سيرفر الميدل إيست رح تكون البطولة الساعة 5 العصر بتوقيت السعودية. بالنسبة للميدل إيست رح تكون الساعة 5 العصر بتوقيت السعودية للساعة 9 بالليل بتوقيت السعودية بالسيرفر الميدل إيست، تمام يا شباب. بالنسبة لسيرفر الميدل إيست رح تكون من الساعة 5 العصر للساعة 9 بالليل بتوقيت السعودية، تمام يا شباب. سيرفر الميدل إيست رح يكون البطولة اللي حتكون بنظام السولو وكل الناس بتقدر تشارك فيها. ولكن قبل ما اكمل المقطع تبعي واحكي عن شيء تاني،
بالنسبة للناس اللي بدها تشارك لازم تكون مفعل ال 2FA. يا شباب لو انت مالك مفعل ال 2FA ما حتقدر تشارك بالبطولة، والبطولة متواجدة داخل اللعبة بمود الكومبتيتيف، يعني لما تفتح انت اللعبة الساعة 5 العصر بتوقيت السعودية او الساعة 3 العصر بتوقيت مصر، يا شباب رح تلاقيها موجودة مود مفتوح وتقدر تفوت عليها. الوضع تمام، ما بدك تفوت على مواقع او تسجل فيها. بالنسبة للسكن، سكن التفاحة اللي ظهر امامكم يا شباب، هذا السكن اللي احنا رح نحصله لكل الناس. هاد طريقته جدا جدا سهلة بالنسبة لحتى انك انت تحصل السكن، يعني اسرع طريقة لحتى تحصل فيها السكن انك تنزل على جيم تلعب فيه 3 دقايق. انت بتقدر تلعب 12 ماتش او 12 جيم، تلعب بكل جيم 3 دقايق، هيك انت رح تاخذ السكن. يعني بدك تلعب 10 ايام بكل جيم تقعد بس 3 دقايق تكمبر، يعني ما تعمل اي شيء، مجرد ما انك انت تنزل 3 دقايق وتفضل عايش 3 دقايق بالماتش بدك تلعب 10 ماتشات وهيك انت بتحصل السكن. يا شباب بالنسبه لهذا السكن، طبعا انتوا اكتر شيء رح يهمكم هذا السكن بالنسبه، هو يعني معظم الناس ما رح تكون مثلا محترفه جدا او 50% محترفه و50% غير محترفه. هذا السكن يا شباب رح يوصلك بعد 3 اسابيع من وقت البطوله، يعني مو انك انت اول ما تخلص البطوله رح يجيك، بعد 3 اسابيع من تاريخ انتهاء البطولة بتنزل بجيم او بعشر ايام، تنزل بعشر ايام بتضل عايش 3 دقايق وهيك انت بتحصل السكن. هيك حكينا عن السكن كيف بتحصله، هي اسهل طريقة انك انت تحصل فيها السكن، ما في نظام تاني. النظام التاني انك انت بدك تلعب كل الماتشات اللي هن 12 ماتش وبدك تعرق فيهم، يعني انك انت المهم تضل فوق 3 دقايق عايش جوات الماتش. تمام هيك، تمام هيك اللي احنا حكينا عن السكن. خلينا ننتقل للشيء التاني، نظام البطولة. يا شباب نظام البطولة رح تكون سولو مثل ما حكينا، كل 3 دقايق بتضل عايش فيها رح تاخد بوينت واحد او رح تاخد نقطة واحدة، ولكل كيل رح تاخد نقطة واحدة، ولكل فيكتوري رويال رح تاخد 10 نقاط. تمام هيك، نظام البطولة رح تكون سولو متواجدة داخل المود اللي هو دائما مثل السولو والدوس سكواد، بتلاقيها داخل المود موجودة بشكل طبيعي. كل 3 دقايق بتفضل عايش فيها في الماتش رح تضل اخد فيها نقطة او بوينت واحد، وكل ما تجيب كل رح تاخد بوينت واحد، وكل فيكتوري رويال رح تاخد منه 10 بوينت بالنسبة للناس اللي حابة تعرف. وخلينا نحكي هلأ بالنسبة يا شباب للتوبات لحتى انت تقدر تحصل فيها البلايستيشن والاشياء التانية اللي هي مثل جوائز البلايستيشن والاكس بوكس والموبايلات والكاب اللي ظهر امامكم اللي نحكي عليهم بالترتيب. بالنسبة يا شباب لبعض الجوائز، بعض الجوائز اللي هي رح تكون متواجدة معنا باللعبة رح لكم شو هن الجوائز حاليا. يا شباب لو انت عم تلعب بدك تلعب وتعرق وتحصل الجوائز، الجوائز اللي هن اللي حيكونوا لابتوب او سامسونج جالكسي تاب اس 7 او ون بلس 8 اللي هو 8 ون بلس 8 او بلايستيشن 4 او اكس بوكس او سويتش او الكب اللي ظاهر امامك. هدول يا شباب رح يكون لهم نظام مختلف جدا. هدول الجوائز انا ذكرت لك اياهم، هن تقريبا 4 أو 5 شغلات اللي هن العاب وجيمينج والقصص، هي اجهزه العاب او 6 اجهزه العاب. وبالنسبه للكب انا رح احكي لك بالنسبه لكل شيء، الكب اللي هو الطاقيه اللي بتنحط على الراس اللي ظاهره امامك، بس انا ما بعرف شو سميها واحترت سميها طاقيه ولا سميها كب. رح احكي لك عن هدول الاشياء كيف تحصلهم وبشكل كامل بالنسبه للميدل ايست او السيرفر الاوروبي. يعني هلا بالنسبه للاجهزه يا شباب، اجهزه الجيمينج اللي انا حكيت لكم عليها، هدول الاجهزه يا شباب نظامهم مختلف. لو طلعت من اول 240 واحد بياكلوا التفاح بالبطوله على السيرفر الاوروبي، من اعلى 240 واحد بياكلوا التفاح بالسيرفر الاوروبي بجيم واحد رح تحصل احد الاجهزه اللي انا ذكرتها اللي هن اللابتوب وسامسونج والقصص هي ظاهرين امامك. يعني انت كل عليك انك انت بتنزل من الباص بتحاول تاكل تفاح، ما بعرف شو الفكره الصراحه من هدول الاشياء، بتنزل بتاكل تفاح بدك تفضل من افضل 240 واحد ياكلوا التفاح بالبطوله. يعني بتنزل بالسيرفر الاوروبي بتطلع من اعلى 240 واحد اكلوا التفاحات وهيك انت بتحصل احد هدول الاجهزه. هدول الاجهزه يا شباب اللي ظاهر امامك هدول رح يكونوا بشكل عشوائي رح يتوزعوا، يعني انت ما حتحصل اي شيء بشكل انك انت محترف او شيء، لازم تلعب وتحصل هدول التفاحات، لازم تاكل تفاح، ما بعرف هيك الفكره يا شباب، يعني لازم هيك تضل حتى انت تحصل هدول الاجهزه اللي ظاهره امامك. كل عليك انك انت بتنزل وبتاكل تفاح. انا اسف اني عم عيد الموضوع كتير ولكن الموضوع بده شرح كتير. اما بالنسبه للميتل ايست يا شباب، المحتاج منك انك انت تطلع من اول 30 واحد بياكلوا التفاح بالنسبه للميدل ايست، بتنزل من الباص بتنزل بتاكل تفاح، بدك تفضل من افضل 30 واحد بياكلوا التفاح بالميدل ايست
او اعلى 30 واحد بياكلوا التفاح لحتى تقدر تحصل هدول الجوائز اللي ظاهرين امامك. بالنسبة لهدول الجوائز، طب يا نيمو انا كيف بدي احصلهم؟ هدول الجوائز يا شباب بالاكاونت تبعك بيكون في الادرس وبيكون في مكانك والريجن والبلد اللي انت فيها والقصص هي. هدول لازم انت تزبطهم. لو انت واثق من حالك انك تربح وحابب تجرب حظك، لازم تزبط عنوانك الموجود بموقع ايبك جيمز اللي هو حساب ايبك جيمز. انا بعتذر مرة تانية اني عم بحكي كتير، لكن انا ما عم بترك معلومة الا ما عم قلك ياها. لازم تزبط اعلاناتك او تزبط عفوا مكانك بالنسبة لمكان سكنك على ايبك جيمز، على موقع ايبك جيمز، حتى لو انت حصلت اي شيء من هدول يبعتولك اياها. هيك تمام، نحن حكينا بالنسبة للسيرفر الاوروبي انت لازم حتى تقدر تحصل هدول الاشياء اللي هن ظاهرين امامك، اللي هن اللابتوب، اللي هن سامسونج، اللي هن الوان بلاس 8، اللي هن بلايستيشن 5، اكس بوكس، سويتش. تمام لحد الان هدول لحتى انت تقدر تحصلهم. هلا بقى خلينا ننتقل للموضوع الثاني اللي هو الكب، اللي هو الكب اللي عليه اللوجو تبع فورتنايت. بس شو هاللوجو هاد؟ انا الصراحة ما دخلني، يعني الموضوع كتير سخيف، ولكن احنا لازم نحكي عن كل شيء بالنسبة لهي البطولة. بالنسبة لهي البطولة يا شباب، لو وصلت من اعلى 8000 لاعب بالسيرفر الاوروبي راح تحصل هذا الكب. لو وصلت بالسيرفر الميدل ايست اللي هو الشرق الاوسط من افضل 1000 لاعب راح تحصل هذا الكاب. يعني بالنسبة للسيرفر الاوروبي راح يكون من افضل 8000 لاعب حتى تحصل هذا الكاب. النظام راح يكون مثل ما قلت لكم على القتل بوينت، على لما تضل انت مثلا 3 دقائق راح تاخذ بوينت، الفيكتور رويال بيعطيك 10 بوينت، هدول البوينت اللي هن اللي حيخلوك من افضل لاعبين بالنسبة للكاب. هيك الكاب نظامه، ونظام الاشياء اللي هي اللابتوب وما لابتوب، لازم تاكل تفاح، وبالنسبة للسكين لازم تجيب 10 بوينت فقط لا غير، شرحت لكم اياها. تمام لحد الان، لحتى تقدر تحصل الكاب لازم تكون من اعلى 8000 لاعب بالسيرفر الاوروبي، ولازم تكون من افضل 1000 لاعب بسيرفر الميدل ايست. بس كمان شوف انت اكتب لي بالتعليقات وانا حاول ان شاء الله ارد على التعليقات المهمة جدا وساعدها، لانه الصراحة شكرا لكم عم يجيني كتير تعليقات على الفيديوهات. شكركم على الدعم، كود دعم بالايتم شوب، رديت عدته كتير نيمو 9 عفوا، يعني بعتذر عن هذا الموضوع، وبرعاية الله.